خليني دلوقتي اتكلم مع حضراتكم يعني عن مسرح ميامي، واللي بيشهد الايام اللي فاتت دي عرض لمسرحيه كوميديه عامله الحقيقه يعني حاله من النجاح، ويعني بنشوف نجوم كتير في هذه المسرحيه، مسرحيه طيب وامير بطوله نخبه من نجومنا نجوم الكوميديا، منهم هشام اسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، شريف حسني، وكمان عمرو السلكاوي، واخراج محمد جبر، وانتاج المسرح الكوميدي بوزاره الثقافه. المسرحيه احداثها كوميديه، وليالي العرض بتاعتها الفتره اللي فاتت شهدت حضور نخبه كبيره من الفنانين والمثقفين والنجوم، واللي الحقيقه بنشوفهم حريصين دايما على مشاهده العروض دي. كاميرا التاسعه كانت موجوده وحضرت الكواليس، وبننقل لحضراتكم لقاءات مع نجوم العرض وصناعه. الحمد لله من حسن حظنا ان احنا المسرحيه افتتاحها بيتزامن مع افتتاح مسرح ميامي بعد تجديده وتطويره، فنحن بنشتغل في كواليتي عالي جدا على احدث تقنيه لسه معموله دلوقتي في مصر، فكانت حاجه جميله جدا ان العرض يتفتح في المسرح دوت. يعني بدايه العرض بدات من خلال فكره من مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطبي ان احنا نعمل حاجه من التراث، يعني نبقى بنقدم حاجه مستندين على قيمه كده مختلفه، واكتشفنا ان الفيلم ده او الافلام اللي اتعملت عن القصه ديت مش ناس كتير شافتها دلوقتي، زائد ان احنا قادرين ان احنا نقدمها برؤيه جديده. فبدات اشتغل على الورق مع المؤلف الكاتب احمد الملواني لحد ما وصلنا للصيغه اللي احنا طلعنا بيها دلوقتي. مسرحيه يعني لو كده خدناها ببساطه هي تيمه فيلم سلامه في خير، بس معموله بشكل معاصر في رداء وثوب جديد بينفع الاجيال الجديده ان هم يتفرجوا عليها، وخصوصا ان للاسف الشديد الاجيال الجديده ما عندهاش خلفيه ان ده اتعمل فيلم قبل كده، وان ده اتعمل يعني، ولكن بلغه العصر الحالي، بادوات العصر الحالي، ببنى العصر الحالي. الحمد لله كواليس محترمه جدا، وكل اساتذه سواء من فرقه المسرح الكوميدي اللي هم ابناء المسرح الكوميدي نفسهم المعينين يعني في البيت الفني للمسرح، او الزملاء الخارجين من خارج المسرح، كلنا الحمد لله بينا تفاهم شديد يعني. وانا كنت حريص على ده من اول يوم، ان احنا عايزين نتعامل انها مش مسرحيه وهتعدي، يعني عايزين نعمل حاجه تعمل انفجار في الوسط المسرحي، خاصه مسرح الدوله الحمد لله يعني تحت ايد استاذ خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، راجع بيقدم مشروعات متنوعه وكلها ليها صبغه تجاريه بتستهدف كل فئات الجمهور. يعني انا بعمل شخصيه اسمها مدكور مشهور، ودي شخصيه في عالم خيالي اللي هو عالم دوله السرسستان اللي بيجي منها بيخدم الامير غندور، وبيجي هنا مصر في زياره، فبيحاول يشوف له بديل او شبيه عشان يحل محله، عشان يشوف الناس بتحبه عشان هو صاحب ملك ولا بيحبوه علشان شخصه يعني. وبتحصل طبعا مجموعه من المواقف والطرائف النتيجه المفارقه الكوميديه دي، وانا الشخص بقى الشرير اللي عايز ينتقم من الامير غندور. المسرحية اسمها طيب وأمير، أنا لا الطيب ولا الأمير، أنا اللي في النص بقى، أنا الوزير اللي في الموضوع، اللي هو لما بيجي هذا الرجل الطيب ويبدل مكانه مع الأمير، في الوزير اللي في الوسط اللي هو بيحيك القصة كلها وبيوضب الديل أو الاتفاق دوت، رجل يعني ذكي مش شرير ولكنه بيبحث عن مصلحة الأمير بتاعه. الحمد لله احنا كلنا ناس بروفيشنال، كلنا مش بس مجموعة أو عدد من كل المجموعة الموجودة هنا، أصغر ممثل هنا تلاقي في رصيده 70 مسرحية، واخد بالك يعني كل الناس محترفة إلى أبعد الحدود، فده بيطمنك، والحقيقة ده مش بيطمنك بس نظريا، العملية أنت بتقف على المسرح عارف أنه أنت لو في حتة نسيتها، لو في إفيه كذا، في زميل هيسندك، في حالة حلوة حصلت طول الوقت في الكواليس، فكان ليها مردود على الخشبة طبعا. أول بروفات القراية بيبتدي يبان لو في مشاكل في الشخصيات، لو في ممثلين عندهم اضافات، ده بيستمر في البروفات. طبعا احنا معانا يعني بوكيه كوميدي مهول من الممثلين، كلهم اكيد كان عندهم اضافات وكان عندهم حاجات يحطوها في الشخصيات بتاعتهم، سواء لزمات سواء افيهات. حتى بعد لما بنبتدي بقى نشتغل على البروفات في الاخر الجنرال ونشوف المسرحيه كلها بنحس ايه الايقاع واقع، فطول الوقت احنا بنشد حاجات حتى بعد العرض، حتى بعد اول عرض وثاني عرض بنبتدي برضو نلاحظ ايه اللي ممكن يتعمل، بناخد من رد فعل الناس ونشوف ايه اللي محتاج يتعدل، فاحنا طول الوقت اكيد في حاله تطوير مستمر يعني. بعمل دور بعرور، هو
في العصابة اللي هو في المفروض الأمير عايز يخلص، اللي هو عم الأمير عايز يخلص منه، فجايب اتنين عندهم ابتسامة كده، هم أصلا مش قاتلين قطر ولا حاجة، ابتسامة كده بس. القصة انهم عايزين جايين هيموتهم، مش بتوع قتل ولا حاجة، ده القصة كلها ان هم ابتسامة كده حلوة، هم مش قاتلين قطر، مش شغلتهم أساسا، بس هي عصابة بس مش مفترية زي زمان يعني.